طبعا ما حدث في قاعدة عقبة الناس في منطقة الوطية أول أمس يعد إشارة واضحة ومحددة لتؤكد للغاز التركي بأن وجود في ليبيا أو محاولة استغلال المؤسسات العسكرية الليبية ستكون حلم أكثر من كونها واقع، باعتبار أن تركيا بعد أن دعمت قوات الوفاق وتمكنت من استغلال مذكرتي التفاهم التي وقعتها مع حكومة الوفاق بأن تنقل قواتها ومؤداتها إلى منطقة شمال إفريقيا وتحديدا إلى بعض القواعد الجوية والقواعد البحرية في منطقة في مدن الغرب الليبي، من بين هذه القواعد قاعدة أقوى الناس في منطقة الوطية، وهي قاعدة استراتيجية بنيت من عينيات القرن الماضي دار الحرب العالمية الثانية، وتم استغلالها من عدة دول وعلى مر عشرات السنين، وهي قاعدة ذات بنية عسكرية عالية وذات موقع استراتيجي يمكنها أن تتحكم في المنطقة الفاصلة بين ليبيا وتونس والجزائر، وهي لذلك تحاول أن تعول على هذه القاعدة اللي تكون منطلق لاستعادة المشروع العثماني إلى شمال أفريقيا. يعني برأيك يمكن اعتبار برأيك أستاذ حزيني يمكن اعتبار هذه العملية نقطة تحول في الأزمة الليبية ميدانيا من خلال هذه المعدات التي استخدمها الجيش وواقع جديد ربما بانتظار الحلبة الليبية المستعيرة؟ طبعا هذه إشارة واضحة بأن ما تقوم بتركيا أو المخطط التركي في ليبيا لن ينجح، لن يرى النجاح، بل إن تركيا أعتقد بعد هذه الضربة المؤثرة والقوية ستعيد الكثير من الحسابات، ولن تكون ولن يكون عملها في غرب ليبيا بنفس الوفيرة، بل إن مصير التواجد التركي في ليبيا أعتقد أنه سيتم إعادة الحسابات فيه، على الرغم من التناهي من حكومة الوفاق مع الطرف التركي والذي وصل إلى حتى حد إعادة هيكلة الجيش الليبي في الغرب الليبي بإدارة تركية. نعم أستاذ حسين، الدفاع التركي عندما زار طرابلس الأسبوع الماضي حاول أن يجتمع بكل قادة الجيش السابقين حتى الخارجين عن الخدمة، إضافة إلى رؤساء وزعماء الميليشيات المسلحة وحتى عناصر إرهابية، لمحاولة دمج هؤلاء جميعا ومحاولة إظهار أن ما تقوم به تركيا الآن هو لاستعادة المؤسسة العسكرية على أنقاض الميليشيات، وهو في حقيقة الأمر عملية تدوير وإعادة إنتاج لهذه الميليشيات وهذه المجموعات المتطرفة بواجهة جديدة. نعم أعتقد نعم. أن الوعي بخطر هذا المخطط ليس الضربة العسكرية فقط، بل أيضا حتى الرفض الشعبي لهذا المخطط سيكون أيضا من العلامات البارزة، لعل الضربة أتت في وقت مهم جدا جدا عندما كان وزير الدفاع التركي يحاول أن يفتتح جزء من قاعدة عقبة بالنافع في منطقة الوطية بعد أن زودها بالمعدات، بعد جمع واستدلال سريع لمعلومات هذه التجهيزات قام سلاح الجو بتدمير عدد كبير من محطات الرادار ومحطات نعم أستاذ حسين مفتاح انتهى الوقت المخصص لي لهذه المداخلة، إذا حسابات أخرى بانتظار التواجد التركي في مسار الأزمة الليبية. الكاتب والمحلل السياسي المختص في الشأن الليبي كنت معي من القاهرة، شكرا جزيلا.